باستخدام تلك المعدات العسكرية وبتحديد الدبابات المضادة للطائرات من ألمانيا إلى أوكرانيا، هل تعتقد بأن تلك الأسلحة قادرة على تغيير قواعد اللعبة في عملية الصراع الروسي الأوكراني في هذه الأيام، خاصة وأننا نشهد بأن الضربات الروسية مكثفة للغاية في الشرق الأوكراني وتحقق نجاحات هائلة في هذه الفترة؟ يعني أنا أتوقع بأن الأسلحة التي ستأتي من ألمانيا إلى أوكرانيا هي ليست ألمانية بشكل كامل. هناك بعض الدول ستقدم الأسلحة إلى ألمانيا من أجل أن تقوم هي بتقديمها إلى أوكرانيا، مثل أمريكا أو فرنسا وأسبانيا وفنلندا وإسلندا وبقية دول الاتحاد الأوروبي، بالإضافة إلى بقية دول حلف الناتو. الأسلحة الثقيلة التي ستقدم إلى أوكرانيا ستكون في مواجهة الآلة العسكرية الثقيلة الروسية. نعم، الحرب الأوكرانية كشفت على أن الكثير من الأسلحة الروسية هي حقيقة هي غير قادرة على مواجهة الأسلحة المتطورة الموجودة لدى أوكرانيا، أو هي بالية لأنها من الحرب العالمية الثانية أو من أسلحة الحرب الباردة أو الأسلحة التي عادت من أفغانستان. الآلة العسكرية المتطورة الموجودة حاليا في الاتحاد الأوروبي هي قادرة على مواجهة الطيران الروسي، قادرة على مواجهة الدبابات الروسية، إضافة إلى حنكة القيادة الأوكرانية وكذلك إلى صمود الشعب الأوكراني في مواجهة الغزو الروسي. وأهم كل ذلك هي عملية التكاتف بين الشعب الأوكراني وبين القيادة الأوكرانية، وخاصة مع قيادات الجيش الأوكراني الذين أثبتوا جدارتهم في قيادة المعركة وفي عملية الدفاع عن أوكرانيا، رغم أن روسيا قد وضعت كل ثقلها من أجل احتلال بعض المدن.